أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق، أقدمها لكم من قناة المغاربية في لندن على المباشر. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى. أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية في بيان لها أن الجزائر حلت في المرتبة الأولى على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي المصنفة في إطار تصنيف التايمز العالمي للجامعات الشابة. وفي نفس السياق كشفت الوزارة أن نتائج تصنيف التايمز للجامعات الفتية والمعروف بـ The Young University Rankings إصدار 2024 والمستحدث سنة 2012 هي خاصة بالمؤسسات أو مؤسسات التعليم العالي المنشأة منذ أقل من 50 سنة، وتستبعد جميع المؤسسات التي لا تتوفر على تكوين ما بعد التدرج من هذا التصنيف أو تلك التي لا تتوفر عن أقل من 1000 مقال علمي، يعني تحتسب على المؤسسات التي لديها أكثر من 1000 مقال علمي خلال الفترة ما بين 2018 و2022 وبحد أدنى 150 مقال علمي في السنة. حسب تصنيف التايمز 2024 الجامعات الجزائرية في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا وعربيا. فرحة عارمة هزت عرش التعليم العالمي وانتشت بها وسائل الإعلام الوطني تفاخرا وتباهيا. الجامعات الجزائرية تتدرج في التصنيف الدولي وتدخل مصاف الجامعات العالمية المرموقة، غير أن في التفاصيل تسكن الخيبة، إذ يؤكد الخبراء أن المنبة كبيرة والميت فار كما يقال. فالجامعات الجزائرية حسب التصنيف بعض الصحف الجزائرية تتقدم نظيراتها العربية والإفريقية والمغاربية المتذيلة للترتيب. الجزائر تقدمت بعدد المؤسسات الجامعية المدرجة ضمن تصنيف تايمز للجامعات الفتية. تصنيف التايمز خاص بمؤسسات التعليم العالي الفتية التي تأسست قبل 50 عاما فقط. جامعة سيدي بلعباس هي أفضل جامعة جزائرية مصنفة ضمن أحسن 500 جامعة عالمية فتية، وعليه يستغرب أكاديميون وجامعيون فرحة الوزارة ويتساءلون عن مبعث الفخر والتباهي، ويستشهدون بقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ويزيدون من الشعر بيتا: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ينضم إليها في النقاش بهذه الحلقة دكتور حميد علوان الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، معي عبر خدمة سكايب من الجزائر وأيضا عبر خدمة الهاتف من وهران عاصمة الغرب الجزائري، أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر يعني بجامعة وهران دكتور شيخ بوشيخي. أرحب بكما ضيفي العزيزين، وأبدأ معك دكتور حميد علوان، تعليقك حول هذا التصنيف، المعايير التي اعتمدها هذا التصنيف وما معناه في الحقيقة. أولا تحية سلام لك للمشاهدين للأسرة الجامعية، مبروك على الأسرة الجامعية اللي تصنفت جامعات الجزائر من بين الجامعات العالمية المترتبة في أقل من 500 مؤسسة. للعلم سي سليم والمشاهد الكريم والأسرة الجامعية،
أن هناك تصنيفين أساسيين. هناك تصنيف الصنف الأول وهو لما نتكلم على العشر جامعات الأوائل واللي من حوالي 100 سنة بقات مترتبة الجامعات الأمريكية والجامعات البريطانية مثل أكسفورد، مثل جامعة كامبريدج، الجامعات اللي دائما تترتب في الصنف الأول حسب ترتيب مجلة تايمز. لكن لما نتكلم عن التصنيف الثاني أو الصنف الثاني وهي المؤسسات التي تكون أقل عمرها أقل من 50 سنة واللي ربما تحتسب فيها الدول العربية والدول الإفريقية. الآن لما نأخذ ما هي المعايير المتخذة، نعطيك مثال على سبيل المثال. المعايير المهمة جدا في التصنيفات هو مثلا تأخذ نسبة 20% العدد المتحصلين على جائزة نوبل مثلا. هل هذا المعيار مطبق في هذه المجلة بالنسبة لهذه الجامعات العربية؟ لأن لما نتكلم على التصنيف الأول حتى الجامعات الأوروبية وغير موجودة في حوالي 100 مؤسسة الأولى، 100 جامعة الأولى. لما نتكلم على ألمانيا مثلا وما أدرك ما ألمانيا، فرنسا وما أدرك ما فرنسا، ولكن تبقى الجامعات الأمريكية والجامعات اليابانية والجامعات الصينية يعني تسبق هذه الجامعات. لما نتكلم على الجامعة الجزائرية اللي مرتبناها، هل معيار مثلا الذي تأخذ كذلك هذه المجلة وهو عدد المتخرجين من الجامعة وعدد الموظفين بالنسبة لعدد الطلبة وهيئة التدريس بالنسبة لعدد الطلبة والجامعات الموجودة في كل المقاطعات، هل هذا دليل علمي على أساس أننا نأخذ بأن الجامعة مرتبة في أفضل الترتيب؟ لأن في نهاية المطاف نسأل أسئلة، أسئلة موضوعية. نعم. لكن هو يعني حتى المجلة أخذت بعض المعايير العلمية يعني حول الكم والنوعية أيضا، يعني وبالتحديد هناك مؤشرات تشمل عدد الأساتذة الباحثين، وأنا سأسألك بعد ذلك يعني في خلال الحلقة حول قضية البحث العلمي في الجزائر، عدد الطلبة وأيضا كمية الإنتاج العلمي وتأثيره في قواعد بيانات المؤسسات الأخرى. تم استخدام 13 مؤشر في هذا وقد قرأناه باللغة الإنجليزية، يتحدثون عن يعني 1000 مقال علمي مثلا، وكلها معايير علمية ليس كذلك؟ طبيعة الحال. لكن لما تقول معايير علمية، الآن ندخل إلى المضمون. الإدارة، هل مثلا الإدارة لديها عناوين فعلا منشورة في مجلات علمية بريطانية مثلا وأمريكية؟ وهنا نتكلم على التحصيل العلمي ونتكلم على نوعية هذه المقالات وهذه البحوث العلمية المنشورة في هذه المجلات. أما لما نتكلم على تسويات وضعيات ترقية، لأن هذه المقالات المكتوبة في الجزائر ويسمح لي المشاهد الكريم وتسمح لي الأسرة الجامعية، وما يعرفوا هذا الكلام الأسرة الجامعية وحتى الوزارة لأنهم أبناء هذه الأسرة، يعرفوا بأن هو تسوية وضعية لما نكتبوا بحوث ولما ننشروها عبر مقالات. لذلك هذه الكمية اللي انت ذكرتها واللي هي 1000 مقال في الجزائر عبر مش عارف 250,000 طالب متخرج سنويا، عدد الأساتذة الموجودين نتكلم على 10,000 بحث منشور. لكن هل المضمون، هل مثلا كمية الاختراعات في الجزائر سنتي بحوث؟ هذا محور ثاني راح نجي ليه، وهناك هناك محاور. نعم. سي سليم إذا سمحت لي سي سليم. طيب. نتكلم مثلا كي تقول لي الجزائر مرتبة في أفضل الجامعات العربية والإفريقية، قل لي ما هو عدد الطلبة الإفريقيين المتوجهين إلى الجامعة الجزائرية، قل لي عدد الطلبة العرب المتوجهين إلى الجامعة الجزائرية، قل لي عدد الأساتذة اللي ينتقلوا إذا كانت أفضل يعني مرتبة بين الأفضل في العالم العربي والإفريقي، قل لي عدد الأساتذة المكونين والدكاترة الأجانب الموجودين في الجزائر مثلا. لأننا لما نتكلموا مثلا على اليابان، شوف اليابانيين مثلا وسنغافورة وكذا،
أساتذة من أمريكا ينتقلوا إلى هذه الجامعات، لأن فعلا هناك بحث علمي وهناك مقالات منشورة بموضوعية. جميل 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 جميل، أرجو تبقى معي تبقى معي، سننتقل إلى محاور أخرى. سأحول نفس السؤال إلى الدكتور شيخ بوشيغي، ما تقييمك لهذا التصنيف، نوع هذا التصنيف، المعايير، نوع المعايير العلمية التي اعتمدت، وما معناه في سلسلة تصنيف أخرى للجامعات في العالم؟ السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة للجميع، ولا يسعني إلا أن أبارك يعني الحقيقة هذا الإنجاز. أنا أراه إنجاز مهم جدا باختصار شديد، لأننا علينا أن ننتبه بأن الجزائر لم تكن مصنفة في غالبية الأوقات، ومجرد أن هناك تصنيف هذا مكسب. الآن هل هناك كارثة يعني لما صنفت؟ سؤال بسيط ربما، هل هناك عمل سيء لما تصنف الجزائر في أي تصنيف مهما كان هذا التصنيف؟ نعتقد بأن هذا شيء إيجابي بالنسبة لنا كجامعيين، نتصور بأن الجزائر كانت في حاجة إلى استقرار، كان في حاجة إلى استقرار للجامعة الجزائرية واستقرار العام للبلد. وهناك أيضا أستاذ صالحي أشياء لابد من ذكرها. هناك قناعات بالنسبة للدول، دول أي دولة هناك الجانب التاريخي له وزن كبير جدا. نحن ندرك بأن هناك أمران في ما يتعلق بالمدرسة عموما. فيما يتعلق ببلدنا كان هناك ما يعرف بتوفير المدرسة للجزائريين. أنا أتذكر جيلي حتى السبعينات الداخليات كانوا موجودة حتى في الإعدادي، هذا يعني أن المدرسة كانت بعيدة جدا عن الناس. ولما التحقت أنا بالتدريس منذ بداية التسعينات كان هناك ثلاث جامعات تدرس تاريخ، أنا أتحدث على تخصصي، بالإضافة إلى جامعة رابعة تدرس التاريخ القديم. وبالتالي لما كنا احنا في الغرب هنا كان كل يعني الآن لكل الأساتذة الذين يدرسون في الجامعات بالغرب في معظمهم درسوا عندنا. الآن هناك جامعة في كل ولاية بالإضافة إلى المعاهد العليا. البعض يتساءل ما دخل هذا في التصنيف؟ هذا قناعة لدى أبائنا منذ 62 أن هناك في الحركة الوطنية من 1920-21 منذ الأمير خالد مرورا بالإطوال النجم الإفريقي كلها الأستاذ صالحي تأخذها وثيقة وثيقة، هذه على مسؤوليتي أنا، وثيقة وثيقة برنامج برنامج في كل اجتماعات الحركة الوطنية إلى غاية 53 والأزمة التي وقعت في الحزب، كلها تتحدث ما بالأهداف والمطالب والاقتراحات عن المدرسة في الجزائر، لأنه كان حرمان كبير جدا. نجد في مجتمعات أخرى، وهذا لا يعني أنه نحن كنا على صواب الآخر على خطأ، لا، السيرورة التاريخية تفرض عليك كسياسي كمقرر بعض الأشياء. في مجتمعات في حجمنا هناك ما يعرف بالنوعية، لكن إذا خرجت من مركز المدينة في تلك البلاد تجد الأمية ضاربة الطبخ، ضاربة بمعنى الكلمة. الآن ما الذي وصلنا إليه؟ هناك تصنيف علينا أن نبارك، علينا أن نهتم به، علينا أولا أن لا نتراجع عن هذا التصنيف ونصبه لما هو أفضل. لما نتكلم الآن عن التصنيفات، وجود الجزائر في هذا التصنيف، أنا أعتقد بأن المسألة الخاصة بمثلا المقالات، نحن ندرك كجامعيين هناك يعني مجلات محكمة كانت في اليابان أو في فرنسا أو في غيرها، لابد ليقبل مقالك الأستاذ صالحي وأنت جامعي، يعني لابد من مقاييس معينة وإلا لا يكون مقالك محكم طبعا بغض النظر عن الجامعة. حتى في الجزائر أنا شخصيا لما يأتيني، وكنت يعني لمدة سنوات رئيس هيئة التحرير لإحدى المجلات المحكمة، هي مفروضة فرضا تلك المقاييس، من دونها لا يدرج مقالك. يمكن يكون مقال صحفي، يمكن يكون في مجلة عامة، لكن في المجلة
المحكمة وعام ومن تكون في المخابر لابد من هذه المقاييس في حدها الأدنى. إذن الآن هل نحن نقارن أنفسنا باليابان؟ فرنسا لا تقارن نفسها باليابان، إسبانيا لا تقارن نفسها بأمريكا، هذه أشياء تحصيل حاصل. يعني الوفرة والأموال لما تأخذ مثلا جامعة سويسرية تستدعي أحد الخبراء حتى من أمريكا، لا نقاش في المبالغ المالية، تقول له خذ كما تريد، المهم أنك تشتغل. لما الآن نقارنها مع هذا مع دولة في إفريقيا هذا شيء آخر. فأنا في الواقع أنا مسرور جدا أولا، وهذا يؤكد على أننا صبرنا كجامعيين لم يذهب سدى. هل وصلنا إلى ما نصب إليه؟ طبعا نحن نريد الأفضل، طبعا نريد الأفضل. لدينا كما قلت أنا منذ سنوات وعبرت عن هذا وكتبت حتى الإخوة في المسؤولية بأن أخطر شيء سنأتي إلى سنأتي إلى جوهر الموضوع والواقع، لأنه شوف المغاربية لما تفتح هذا النقاش، لأنه هناك حدث هناك موضوع ويجب فتح النقاش حول حال الجامعة الجزائرية، وهي من أهم ربما المراكز لربما إذا كانت قوية قد تنجح مراكز أخرى ومجالات أخرى حيوية في الجزائر وعلى رأسها الاقتصاد. الأستاذ حميد، تحدثنا عن البحث العلمي وكان هناك حديث كثير حول ضعف البحث العلمي في الجزائر، التلاعب بالبحث العلمي في الجزائر، عدم تمويل البحث العلمي في الجزائر. ما هو الواقع حقيقة؟ وإذا أردت أن تربط العلاقة بين البحث العلمي الآن يعني في هذا العالم المتطور وعجلة الاقتصاد فتفضل، يعني مش مشكل. ما فهمت سؤالك سي سليم. البحث العلمي في الجزائر ما هو واقع هذا البحث العلمي؟ شوف سي سليم، حتى نكون موضوعيين، يعني هناك نشاط في البحث العلمي في الجامعة الجزائرية. دليل على ذلك القرارات الوزارية اللي صدرت باتجاه مثلا إنشاء مخابر علمية ورصد لها أموال. هذه المخابر بعدين بعد مراجعتها كم من مخبر أصبح بدون محتوى، ولما تجي تشوف هذه الأموال حتى كانوا بعض الأساتذة الجامعيين سمحهم الله الأموال هذه تتوجه إلى الزردات وإلى كذا، سامحني الأسرة الجامعية، لأن هذا هي الحقيقة، هذه الحقيقة اللي ما نقدروش نقولوها تصبح كطاب، وكأن لازم ندافع على الجامعة وأنا ابن الجامعة ابن الأسرة الجامعية، ما ندافعناش بطريقة بهلوانية. نحاول أنني نذكر الحقائق الموجودة حتى نحسنوا أخطائنا واللي ربما مواضيع تعتبر طابوهات، لكن لما تدخل الأسرة الجامعية وتشوف كيف ينشأ البحث العلمي وهل فعلا هناك بحث علمي في الجامعة الجزائرية يوصل إلى نتائج، نقول لك نطرح أسئلة. هذه البحوث العلمية التي لا تترجم إلى تحويل الاقتصاد الجزائري، إلى تحويل السياسة في الجزائر، إلى تحويل أحوال الاجتماعية في الجزائر من أفضل إلى أحسن، ما هو مدلولها إذا كانت تمشي؟ يعني هذا هو كان جوهر سؤالي، يعني حول واقع البحث العلمي، وهل فعلا في الجزائر هناك علاقة أو هناك سياسة لتوظيف البحث العلمي لتطوير مجالات المجتمع، مجالات التربية، مجالات الاقتصاد، وهناك مجالات عديدة. شوف سي سليم، لما تشوف عدد مثلا المتخرجين من الجامعة الجزائرية على مستوى الليسانس لما يروحوا يديروا دراسات أولياء، إذا كان فعلا هناك، لأن وقتاش نتكلموا على البحث العلمي؟ نتكلموا على مستوى الدراسات العليا، نتكلموا على مستوى زمان بالمنطق الكلاسيكي ماجستير دكتوراه، وهو نحضرهم إلى أن يكونوا مفكرين باحثين في الظواهر الاجتماعية الموجودة. احنا هل وصلنا بنا الحال أن المتخرجين على مستوى الليسانس يهاجروا إلى أوروبا؟ إلى حتى الآن هناك موضة أخرى إلى الدول الشرق أوسطية،
هذا دليل بأن الجامعة الجزائرية واقعها والبحث العلمي لم يرقى إلى غاية اللحظة إلى مستوى أنه يكون هناك نتاج علمي. نتاج البحث العلمي الذي يستفيد منه المجتمع، تستفيد منه الدولة كدولة، تستفيد منه الاقتصاد الجزائري، تستفيد منه السياسة في الجزائر. ولذلك الأوضاع الاجتماعية في الجزائر، القطاعات المهمة في الجزائر، المالية كذا كذا، هل فعلا وصلنا بهذا البحث العلمي إلى هذا المستوى؟ لما نوصل إلى المستوى نقول لك فعلا هناك بحث علمي. أما البحث العلمي الذي هو نشر مقالات لتسوية وضعيات من أستاذ مساعد باء إلى أستاذ مساعد ألف، ومن أستاذ محاضر باء إلى محاضر ألف وإلى درجة بروفيسور لأن السالار يكون أرقى، هذا أنا أرفضه وأكفر به، وما ما نبغيش نتزايد عن الجامعة الجزائرية، بل بالعكس نكون موضوعي ونكون جد مسرور لما الجامعة الجزائرية، لأن أنا خريج الجامعة الجزائرية. نعم. وقلت كتبت في الصباح فقط على 6 صباحا بعد صلاة الفجر، كتبت ونشرت مقال وكتبت بالصور، قلت هاو المدرج اللي تصبح تدخل تقري فيه كباحث، تمد الأفكار، تنتج العلم داخل المدرج، فيه عدد الطلبة محتشم جدا. كم أنا حزين لما المدرج فيه 500 طالب تجد 3 طلبة و4 طلبة. هل هنا ارقاء البحث العلمي الى مستوى ما يسمى الترتيب في بين الاحسن وافضل الجامعات اللي دافع عليهم اللي دافع عليها ضيفك بطريقة ربما انا اختلف معه؟ طيب سناتي، هناك وضعية الطالب، وضعية الجامعة، قضية هجرة الادمغة، ولماذا يهاجر الطالب الجزائري او الخريج الجامعة الجزائرية ويكون أول همه أنه يغادر الوطن؟ وهناك إحصائيات يعني رهيبة، يعني حتى في على مستوى القطاع الطبي، إذا عرفت أنه 12,000 طبيب مختص استفادت منهم يعني القطاع الصحي في فرنسا، ربما المواطن المشاهد يفهم يعني عدد الطلبة الذين هاجروا إلى كندا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا بصفة عامة. دكتور شيخي، لو جاوبني حول هذه النقطة يعني بكل موضوعية، يعني قضية البحث العلمي في الجزائر يعني بين الخطاب السياسي والواقع، وهل فعلا نحن وصلنا إلى أن تستعمل أن هناك سياسة لاستعمال نتائج البحث العلمي لتطوير الاقتصاد أو تطوير مجالات أخرى في حياة الجزائريين؟ نعم أفهمك، وأعتقد بأن من حقنا من واجبنا أن نطرح الأسئلة، حتى أني أقول أحيانا أن الأسئلة أحيانا هي أهم من الجواب ذاته. بدي فقط أن أعرج على نقطتين في اعتقادي لهما من المكانة ما لهما. أولا، الجامعة في الجزائر ونحن كجامعيين ليست الوحيدة، بل كل الجامعات في العالم بأكمله، هناك الترقيات، ومن شروط الترقية الأستاذ إلى الرتب العليا لابد من أشياء معينة، من بينها المقالات المحكمة. هذا ليس حكر على الجزائر، ليس خاصية بالأستاذ الجزائري. يعني لما كنا مثلا في أوروبا نحضر دكتوراه كان لابد من هذا، وكنا نلاحظ الزملاء ولاحظنا أنفسنا، كان لابد من مشاريع ما يسمى بالمشاريع الدراسات، أشياء عادية موجودة في كندا، في جنوب أفريقيا وفي الجزائر، يعني ليست خاصية جزائرية. ثانيا، أنت نطقت كلمة مفتاح هي حقيقة هجرة الأدمغة. هذا الدماغ هذا الذي بعد 6 أشهر سنة سنتين في أوروبا في أمريكا نصبح نحتفي به أو يعتبر شيء مهم أو أنه حقق نجاحه، طبيعي جدا توافقني أنه لم يكون نفسه في السداسي أو السنتين أو 10 سنوات اللي كان في أوروبا، حتى أصبح دماغ، كان خرج من هنا دماغ وخرج عقل. يعني لما نقول 400,000 أو أكثر من الجزائريين المهجرين أو الذين هاجروا أو بأي سبب آخر، لأنه أنا في الحساب الدعوة كانت من أجل الحديث عن البحث العلمي والتصنيف وليس على أشياء أخرى، وإن كنت مستعد للحديث فيها في الأشياء.
لكن الأساس هو أنني حينما أذهب إلى ألمانيا أو كندا بليسانس أو ماستر الآن أو أي شيء، وبعد سنتين أنعت بأني دماغ وعقل شيء، هذا لا يأتي بين ليلة وضحاها. كان من الابتدائي وتعالى إلى الليسانس على الأقل. هناك شيء أساسي، أنا أعتقد بأننا في حاجة كأبناء وطن بغض النظر عن موقف من الحكومة ومن من بلدية ومن من أي شيء، توبابيا هذا الشيء خطير جدا. والعكس تماما، السويد لو أشرقت الشمس هكذا صباحا قال والله الشمس يعني في الجزائر، هذا أيضا شيء ليس موضوعي، ونحن ندعي بأننا يعني أساتذة إلى آخره. أتصور هناك ترويج، هناك ترويج. تعرف لماذا نسأل هذه الأسئلة؟ هناك ترويج في الإعلام الجزائري، ترويج مغالط للرأي العام لهذا التصنيف، واختيار مصطلحات مغالطة للرأي العام، ولا يوجد أي نقاش على المستوى السياسي ولا على المستوى الإعلامي في الجزائر حول واقع الجامعة الجزائرية، وهذا محزن في الأمر يعني. لذلك نستغل في المغاربية فرصة صدور هذا البيان لكي نتحدث عن الجامعة الجزائرية، وهي كما قلت أنا في المقدمة من أهم ربما المجالات الحيوية اللي في أي بلد يريد أن ينجح ويتطور أن يهتم بها، ليس كذلك؟ هذا صحيح، وأعتقد بأن التصنيف هذا لم يمر عليه شهور ولا أسابيع حتى، والنقاش لابد له من وقت. الأمر الآخر أني لست مسؤول ولا أنت عن ما يقول أي زميل لكم في الجزائر كصحفي، لأن الحديث هو بين جامعيين. أتصور بأن أي جامعي واعي ناضج يعتبر بأن هناك قواميس، هناك قواميس في البحث العلمي، يعني رغم عنا نرتبط بالإيديولوجيات. لما نتكلم نحن على مثلا ربط ما بين الإنتاج العلمي الجامعي والواقع على سبيل المثال، أنا أشعر بحزن وفي نفس الوقت بتحفيز كجزائري كمواطن، بدي أن بلدي تكون في القمة في كل شيء، لكن هذه أمان. الآن ما هو الواقع؟ لما نتحدث عن التاريخ على سبيل المثال كتخصص، عارف أستاذ صالحي وبدون شكل الذين لهم علاقة بالجامعة من متابعيك يعلمون أنه الأرشيف مثلا في الجزائر كان لابد من مرور 25 إلى 30 سنة، يعني ممكن متابع الحسبك يسجل هذه الكلام، هذا ليس لأني أريد أن أقول، ليس أدب، كان لابد من 25 إلى 30 سنة حتى يعرف الجزائري كيف يتعامل مع الأرشيف. هل هذا إنجاز؟ ممكن البعض يمشي مباشرة الفلاحة والبنوك من حقه، لكن هناك أشياء تحقق. على سبيل المثال لما نتحدث عن المخطوط، طبعا هذا كلام ممل بالنسبة لغير المتخصصين، المخطوطات كانت في بلدنا موجودة في البيوت، موجودة في الحواش، موجودة في الصحراء نتيجة لظروفنا التاريخية. الآن موجود، وأنا أكون سعيد جدا لما نمشي للمكتبات، خاصة المكتبة الوطنية، ونوجد طفلة، من طفلة لا ولكن سيدة أنسة أو شاب 30-25 سنة يعالج بآليات بآلات وآليات رائعة جدا، ويتحكم فيها في مخطوط له 200 سنة وينظفه. هذا لم يأتي هكذا لأن هناك شيء أرده الأستاذ بوشيخي أو غيره، هذا كان عمل وعمل مضني وتربية علمية، ووصل هذا الإنسان الجزائري الذي كان لابد، يعني تعرف أستاذ صالحي ربما توافقني حتى في الإعلام لديكم، يمكن تخسر باخرة أو طائرة، لكن الفرد حتى يوصل لمستوى لابد 25 سنة 30 سنة حتى يصبح فقط مدرس. فهذا الإطار هذا لابد له من استقرار. تتعرف الانفجارات اللي وقعت في التسعينات ومن نهاية الثمانينات، وكنت هنا في البلاد وعشت الفترة هذيك، لأن نعتبرها أن ناقصة من عمارنا للأسف. ولهذا حينما نقول الاستقرار السياسي للبلد هذا ضرورة، وانعكاس ذلك على الجامعة أكبر من ضرورة،
وأن الأشياء التي ننتجها نحن لا يستفاد منها، هذه ليست مسؤولية الجامعة، هذه مسؤولية متداخلة في مقدمتها كما قلت استقرار، لأن إذا لم يكن هذا الاستقرار لا يمكن لأي شيء أن يكون. الجامعة الجزائرية بمناسبة التصنيف هذا أنها الأولى يعني عربيا وإفريقيا ومغاربيا، هذا الواقع لو كان في أي بلد عربي لأقيمت الأفراح، أنا على يقين من هذا ومن حقهم. من حقهم والجزائري لما لكن لا يمكن شوف نقاشنا كم هو هادئ في هذه الحلقة غير ما يحدث في الإعلام الجزائري في القنوات وفي الصحف والترويج لهذا النجاح وإعطاء صبغة سياسية لمساندة مرشح محتمل للرئاسيات ويوضع في إطار أنه من إنجازات الجزائر الجديدة، مع أنه حقيقة التصنيف بسيطة جدا ومع أنه إيجابية، وما قيل مغالط للرأي العام، وأنه يجب طرح الأسئلة وهي فرصة لطرح الأسئلة حول واقع الجامعة الجزائرية وواقع الطالب الجزائري وواقع الأستاذ الجزائري، وحتى نعرف الحقيقة. سعود إليك الدكتور شيخ بوشيخي. دكتور حميد علوان، تم الحديث وانت شفت كثير من الفيديوهات حول واقع الطالبة في الجزائر، واقع عملية التدريس في الجامعة الجزائرية، وأيضا واقع الأستاذ، وشفنا في الحراك كثير يعني في حراك الطلبة كثير من الأمور خرجت يعني للعلن حول واقع التعليم العالي حقيقة، القضايا المادية، المبيت، الأكل، مرتب الأستاذ الجامعي، الضغوطات السياسية على الأستاذ الجامعي، وشفنا منها الكثير في الحراك. أنت داخل الجامعة، ما هو تعليقك على كل هذه الملاحظات اللي عمت بها مواقع التواصل الاجتماعي؟ شوف سي سليم، حتى نجاوبك على هذا السؤال بودي أنني أطرح سؤال الضمني، هل الجامعة هي في حالة متهم أو هي ضحية؟ هذه الأسئلة التي يجب أن تطرح، ومن هنا يبدأ النقاش. نبدأ نتكلموا عن محتوى الجامعة، لأن ربما ضيفك من وهران على ما أظن يقول باللي في الدول الأخرى هذا التصنيف يديروا عراس واحتفالات كبيرة. شكون اللي ما يحبش الخير للبلاد إلا الخايب؟ شكون اللي ما يحبش الأعراس والحفلات للمجتمع الجزائري بما فيهم الأسرة الجامعية إلا اللي يكره هذا المجتمع واللي ما هوش من أصل هذا المجتمع؟ ولذلك أظن بأن لما ناخذ له معيارين أساسيين في هذا التصنيف، هذا أول حاجة يتكلموا على نسبة النجاح. الأستاذ، وأنا أكن له كل الاحترام، هو يعرف كيف تتم عملية النجاح في الجامعة الجزائرية وكيف يوصل النقاط واللازوندراشا وإلى آخره، يعني حتى ما نكشفوش غسيلنا للعالم الآخر. هذه نقطة أولى. إذا كانت نسبة النجاح بهذه الطريقة واللي تعتمدها مجلة التايمز في تصنيف الجامعة الجزائرية أنها في المراتب أو إفريقيين وعربيين الأولى، أنا أكفر بهذا الترتيب. وهناك شهادات يعني هناك شهادات عملت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية التنقيط من طرف أساتذة، يعني وهناك أستاذ مسموش قال صراحة يعني أنه مدفوع أنه نقط وزيد الكمية. سي سليم خليني نقول لك النقطة الثانية. هل نسبة الموظفين بالنسبة لعدد الطلبة هل هذا معيار موضوعي وعلمي؟ أنا نقول لك مثلا الخطوط الجوية الجزائرية، هل نسبة التوظيف فيها اللي هي فوق 10,000 افيك 57 اباراي، اللي في دولة واحدة أخرى افيك بلوس دو 60 اباراي با بلوس دو 3000 اوفري، هل هذا المعيار ناخذوه بعين بالنجاح؟ لا، لازم نكونوا موضوعيين. أنا نتكلم على مثلا عدد المؤطرين الدكاترة اللي يحملوا فعلا الشهادة الدكتوراه المضمون تاعها، لأن الشهادة في نهاية المطاف
ضيفك يتكلم على المتخرجين اللي راحوا لأوروبا ونجحوا، أن هذا النجاح ما جاش في أوروبا، جا في الجزائر. أنا معاه في الطرح، لكن ما يقيسليش نسبة قليلة اللي نجحوا في الدول الأوروبية بعدد المتخرجين في الجزائر. أنا نرجع إلى إمكانيات الجزائر المالية. صحيح. هل هذه المرتبة، هل هنا الجامعة الجزائرية توصل أن داخل المدرج أكثر من 500 طالب بالنسبة للأستاذ، واللي هي منهجيا وعلميا هو ربما يوافقني الرأي، الأستاذ لا يمكن له بيداغوجيا أن يدرس أكثر من 200 أو 150 طالب داخل المدرج، لكن المدرج اللي يصبح فيه 1000 طالب، هل هنا نتكلم على التلقين والمعرفة والبحث العلمي والجودة والجامعة الراقية؟ لا أظن، وخاصة في العواصم الكبرى. أنا نتكلم على معهد اللي أنا ندرس فيه أكثر من 30,000 طالب بإمكانيات يا حسرته، والأسرة الجامعية اللي درسوا معي يعرفوا هذا الشيء. لازم نتكلموا بهذا المنطق، هذا ما نتكلموش بجانب سياسي انتمائي على أن اللي يتكلم بموضوعي هذا خاين الوطن ويسود الأوضاع وكذا. هذا خلاص، هذا العهد فاتنا، لغة الخشب هذه انتهى الأمر تاعها، ما بقاش الناس يتكلموا بها. لأن لما نتكلموا عن الجامعات الرقية، أنا قلت لك التصنيف الأول ما كانش حتى الدول الأوروبية غير مصنفة. لذلك أنا أظن إمكانيات الجزائر، أنا أفتخر بجامعة هواري بومدين، أفتخر لما كنا ندرسوا في بالطريقة الكلاسيكية، لما كنا ندخل المدرج على 7 أصبع ما تلقاش مكان. سي صالحي وانت تعرف هذا الشيء لأنك خريج هذه الجامعة. صحيح. اليوم المدرج جاء 8 أصبع وعلى 10 وعلى 11 وعلى الزوج تلقى فارغ المدرج. هل هذه هي الجامعة اللي نتكلموا عليها، واللي تحول الجزائر من منطقة متخلفة إلى منطقة في طريق النمو أو السائرة أو الناجحة في كل المجالات؟ لا، ماذا عن الجانب يعني الجانب الاجتماعي، يعني للطالب وللأستاذ الجامعي؟ خليني نقول لك مثلا الطالب اللي يدخل مثلا ويعرف بأن المتخرجين اللي قبله ما توظفوش، اللي هجروا مثلا بطريقة غير شرعية، اللي مثلا يعمل في السوق السوداء، اللي لازم له لابار دو كي جيت باش يخدم، لماذا تخرج لما ما يكونش عالم الاقتصاد والعالم الشغل مرتبط مع الجامعة والتكوين الجامعي؟ للأسف أنا نقول لك مثلا، نعطيه مثال لضيفك وللمشاهد الكريم، لما نتكلموا على السيستم الامدي ليسانس ماستر دكتوراه، يعلم ضيفك بأن في الدول الأخرى اللي ينجحوا على مستوى الماستر والدكتوراه وعدد قليل، لما نجي ونسيسوا الجامعة ويصبح كل من عنده ليسانس هو على مستوى الماستر ناجح، هل هذا مقبول؟ غير مقبول تماما، لأن لما نتكلم على الماستر نتكلم على النقاش، على البحث العلمي. صحيح. على تهيئة المفكر الجزائري كيف يفكر فيه، وتحضير له كل الأجواء أنه يكون فعلا باحث. هناك خلل تقني، سنعود إليك، نحاول نصلح هذا الخلل التقني. معليش نطرح نفس السؤال حالي الدكتور شيخ بوشيخي حول ما أثير يعني وما يثار حول الوضعية الاجتماعية للطالب وللأستاذ أيضا، وظروف يعني ممارسة التعليم العالي في الجزائر. أنت في الجامعة وتستمع للطلبة، يعني قضية النقل، الأكل، السكن، وأيضا الأستاذ، مرتب الأستاذ، علاقته بالإدارة، علاقته بجماعات الضغط، ممارسته للمهنة. وشفنا في مسيرات الحراك تاع الطلبة اللي كانت تخرج كل ثلاثاء في الجزائر، أخرجت لنا قصص حول هذا الواقع. ما تعليق؟ طيب، شكرا. الحقيقة أن بدي أن نعرج على علق النقطة وندخل فيما تفضلتم به. لما نتحدث على التصنيف يعني الحالي، هو تصنيف لمجموعة من جامعات من حجم معين زمنيا ومن حيث القدرات لتلك البلاد. صحيح. وهذا نوع من الإنصاف الحقيقة، لأن لما تحدث لي حتى على جامعات أوروبية وتأخذ مثلا جورج تاون، جورج واشنطن،
من حيث الأموال، من حيث الباع الطويل، فلابد من هو لابد من فرق هذا كجانب علمي لابد أن نعترف به. الأمر الثاني يمكن تكلموا مثلا على كل من أخذ ليسونس يوصل بالطريق بالتلقائي للماستر، أنا لا أدري إذا كان هذا موجود في كل الجامعات، لكن على مستوايا يعني أنا نتمنى إذا كان عندكم وقت ليس بالضرورة غدا أو العام الجاي إذا كان طالت العمار في أي وقت ممكن نتحدث على الجامعة كجامعة، لكن اليوم أنا كنت نتمنى أنه الكلام يكون حول هذا التصنيف. يعني مثلا أنا لما قبل سنوات طويلة في التسعينات لما جيت ندرس كانت كارثة الحقيقة، كارثة بكل المقاييس، الجزائر معطلة اقتصاديا، معطلة سياسيا، استقرار غير موجود، والطلبة من كل غرب الجزائري موجودين في نفس الجامعة هنا في وهران، وعددنا في تلك الفترة حتى عدد دكاترة اللي عندهم دكتورة دولة أعتقد لم يكن موجود، الله أعلم يعني كانوا يمكن واحد ولا، فالاكتظاظ اللي كان موجود عندي 300 وشي طالب، وكل طالب عنده 3 صفحات في كل امتحان زائد البحوث زائد التأطير، فالإرهاق اللي كان موجود لا يمكن تصوره أستاذ صالحي، وبدون شك كنت تشعر به انت كطالب ربما أو كأستاذ العدري. الآن لما نتحدث بعد كل هذه السنوات وجامعة في كل بلد في كل ولاية هناك جامعة، تتعرف ربما تتذكر لما كان في الفترة نتاع السي برارحي كان هناك ما يسمى بالخريطة الجامعية، يعني يعني جعل معاهد وجامعات في كل ولاية بحسب تخصص، يعني فلاحي صناعي وكل هذه الحكايات اللي كانت تجربة نجحت لم تنجح، هذا شيء آخر. الآن هناك كل ولاية جامعة، الآن أنا لما ندخل الأساتذة خاصة المساعدين وفرة، وهذا اللي خلاني مثلا نقول أنه لما الطلبة تخرجوا من عندي السنة الفارقة يمكن 150-180 بحسب كل معهد، اللي عندي في الماستر أنا ندرس الماستر الآن في 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 الجامعة هنا عندي 14 طالب، ما همش كل الطلبة اللي داو ليسونس، هذا كلام غير صحيح ولا يمكن أن يكون صحيح ولا يوافق عليه أي إنسان عاقل. الآن لما نقولوا أنه هناك مسابقة في الدكتوراه ليس بالضرورة هذا 14 اللي راهم موجودين كلهم يكونوا في الدكتوراه، هذا كلام غير صحيح. الآن هل هناك جريمة معينة حدثت يعني لما تصنفت الجزائر؟ ما نظن يعني، والمفروض أنه هذا يخلينا أننا نبتهج حتى نشجع، ولا ينسينا أننا ما زلنا دولة من العالم الثالث، ما زال عندنا قضايا، ما زال عندنا تحدي كبير للإفاء بما تمناه والدونا أباؤنا منذ الحركة الوطنية. أنا عندي وثيقة هنا أستاذ صالحي يعني تعود ل 1920، وهي وثيقة كان يطالب فيها الأمير عبد القادر باللغة العربية تدرس في الجزائر 1920. الآن بعد كل هذه السنوات هل حققنا شيء من هذا النوع؟ هل فعلا وصلت الجامعة الجزائرية على الأقل من حيث الكم، واللي صبح ليسونس ليس حكر على ولد فلان وولد البشاغة وولد الآخرين؟ يمكن البعض يقول هذا كلام خشب لغة خشب، لكن تصنيف هذا اللي صنف الجزائر ما هو لا لكن لم يعد يعني نحن نعيش في بريطانيا منذ سنوات عديدة، وشفنا فعلا قضية الكم ما هي الأولوية في قضية الجامعات ولا الليسانس، هناك منطق آخر يعني، لذلك نحن نسأل يعني هذا التصنيف رو يدفعنا إلى الحديث عن الواقع بدل التغني ربما بانتصارات وهمية، هذا واش قصدتنا من 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 السؤال، لانه بقاش الوقت كثير. انا نزيدك سؤال اخير نختم يعني سؤال اخير نختم به، يعني انت قلت التحديات وكذا وصلنا، هناك الكثير يقول انه لم نصل بالفعل، ولا توجد هناك سياسات يعني مجديه للمجتمع للجزائر يعني في قضيه التعليم العالي، ربط البحث العلمي بعجله الاقتصاد، يعني توفير جو ملائم للأستاذ للطالب، وهناك استراتيجية لإخراج الزبدة اللي تفيد الاقتصاد وتفيد المجتمع،
وليس كم يطلقوه في سوق العمل ولا يجد حتى العمل. وشفنا في 2022 يعني ليس ببعيد تلك الضجة اللي وقعت لما خرج 1200 طالب جزائري طبيب يعني الطب وداتهم فرنسا، ليس كذلك؟ هذا هو جوهرنا. ففي دقيقتين، أين نحن وما هي التحديات؟ ما الذي يجب أن يكون؟ طيب، هناك نقطتان مثل ما تفضلت. نعم. نأخذ النقطة الأولى، تدربت المثال بريطانيا وفيما يخص الكم والكيف، وهذا نقاش مثل ما قلت لك في بداية الحصة. بالنسبة لنا كجزائريين، كان هناك الإرث التاريخي اللي يسموه الحرمان. تعرف، ما أعرف لك أتذكر، لكن أنا أذكر في السبعينات كان البنات مثلا درس في سنة واحدة بالشهر، كانوا عندنا 8، وبقت لي في ذهني 8 بنات يعني في كل مرة. يعني ربحا للوقت يعني، لكن هذا وقت بعيد، يعني بعيد جدا. نحن نتحدث عن جزائر جديدة، عن 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 سلطة لديها التزامات، عن رئيس كانت عنده التزامات والتزامات في قضية الجامعة والتعليم العالي، وجعلت التصنيف فرصة للتقييم وما هي النقائص اللي موجودة وكيف نحصلها. يعني أنت راك داخل الجامعة وتعرف، يعني تعرف واقع الطالب الجزائري في الحافلة، في الريستو، في لاسيتي اللي يسكن فيها، وتعرف واقع الأستاذ أيضا وعلاقته أيضا بالإدارة وكلام آخر يعني أنت تقولوه مش أنا نقوله يعني. نعم، هذا هو اللي كنت أتكلم فيه. صحيح. أنه لابد علينا نختاره، والأباء الأوائل في تسيير الدولة بعد الاستقلال اختاروا هذا الطريق اللي هو كسر الحرمان الذي عاشته الأجيال، وبالتالي توفير المدرسة في كل مكان. فأصبح عندنا وفرة كبيرة في الطلبة، ولا يقابلها نفس الإمكانيات في الاحتياجات اللي يحتاجها كل طالب. في الدول الأخرى مثل ما قلت، البعض يتساءل مثلا على الراتب بالنسبة للأستاذ الجزائري إذا قورنا ببعض الجيران، لكن هل يعرف هذا السائل عدد الأساتذة خاصة المساعدين في الجزائر وفي تلك البلدان؟ يعني على الأقل ثلاث مرات أكثر. الآن لما تحدثني على العلاقة بين الجامعة والمجتمع، أنا كأستاذ يعني الحقيقة لدي أفكار، لدي آراء، لكني أنا مسؤول فقط على تطوير العمل في الجامعة. وهذا يسرني كثير أن الجزائر قد صنفت ما بين هذا التصنيف اللي ممكن يشوفه الواحد قليل يشوفه، لكن المعاناة اللي عانينا إحنا حتى وصلنا اليوم إلى هذا الشيء الجميل جدا، هذا يسرني أنا، لا يسر البعض، هذا شيء آخر، لكن أنا لا توجد لدي مسؤولية. نقطة مهمة ويتفق معك الكثير، يعني أنه أي تصنيف إيجابي هو نقطة إيجابية للجامعة الجزائرية، وهذا يسر الجميع. يعني أستاذ، يعني أنا أعطيتك السؤال الأخير، أستاذ السؤال الأخير أيضا ليك دكتور حميد علوان، حول الاستغلال السياسي. وأنا أتحدث بعد بحث عما كتبته الصحافة الجزائرية وكيف تناول الإعلام المرئي هذه القصة، وهناك استغلال سياسي وليس سياسي لهذه القصة، بعيد عن الحديث بكل صراحة وتشريح واقع الجامعة الجزائرية. ولا أحد يتحدث عن حالة الأستاذ، لا علاقته بالإدارة، ولا عن قضايا النقل الجامعي، ولا الأكل الجامعي، ولا السكن الجامعي، وظروف التدريس. في دقيقتين ثلاثة لو تعطينا ملخص قبل أن ننهي هذه الحلقة. شكرا سي سليم. شيء أنا لا أختلف مع ضيفك أنه التصنيف في حد ذاته شيء جميل. نعم. وموش جريمة، لأنه يقول هل التصنيف الجزائر في المراتب الأولى جريمة؟ أقول له موش جريمة، ولا أتفق معه 1000%. الجريمة هو لما نغشوا في الأرقام بتاعنا، الجريمة لما الفاشل واللي يتعب واللي ما يتعبش الكل ينجحوا، الجريمة هو لما تصبح الجامعة مرتع للآفات الاجتماعية، الجريمة الكبيرة هو أن لما يصبح الجامعة مسيسة وتصبح لكل حزب
عنده جهته، والأستاذ المحترم يعرف بأن هذه المنظمة تابعة إلى حزب إكس وهذه المنظمة تابعة إلى حزب إجراك، وهذا الطلبة يدافعوا على المنطقة كذا، ومنظمات يعمروا البهرجة والكرنفالات في المواسم، وإحنا مقبلين على حملات انتخابية ونشوفوا كيف هذه المنظمات اللي هما يمثلوا فعلا الطلبة. الجريمة هو لما اللي يمثل الطلبة أولاده يدخلوا الجامعة وما زال يمثل الطلبة. الجريمة لما النقابيين اللي يمثلوا الجامعة الجزائريين، روح سقسي عليهم، روح اسأل عليهم شكون اللي يترأسوا هذه النقابات وكيفاش يدافعوا بطريقة بهلوانية، وهل فعلا عندهم مسار علمي. أنا نعرف الأسماء، أنا لا أتكلم من فراغ، أنا أتكلم كابن الجامعة وابن هذا الوطن وحب لهذا الوطن، واحد بيشكك فيه. لذلك نقول لك سي سليم، الجريمة الكبيرة هو لما الأستاذ الجامعي يصبح يأخذ صالير تاعه 200 أورو بار موا، هنا جريمة وقعت. الجريمة لما الأستاذ ما عندوش مركب مريح، لما ما عندوش ربما الإمكانات اللازمة حتى تصبح البيت تاعه مكان للبحث. هذه هي الجرائم اللي ما نقبلوهاش. أما تصنيف الجزائر هذه مش جريمة، هذه بالعكس التصنيف في حد ذاته هو مقبول. وللجزائر مبروك على ضيفك من وهران، ومبروك علي أنا، ومبروك على الأسرة الجامعية. لكن للأسف الجامعة الجزائرية تعاني بكل إشكالها، وهي باش نجاوبك على السؤال اللي قلت لك، السؤال هل هي ضحية أم هي متهم؟ أنا أقول لك الجامعة هي ضحية السياسيين الجزائريين، واللي بعض المسؤولين داروا دي ديكلاراسيون في جي تي دو 20 يقولوا الباك سي دي كوتا بوليتيك. هنا هذه تصبح الجامعة اللي هي خزان تاع الأمن القومي، خزان تاع الوطن هذا، خزان المحافظة وصمام الأمان. النخبة هي صمام الأمان. لما تصبح النخبة الحقيقية مهمشة في الجزائر، هذه هي الجريمة اللي نكرهوها وما نحبوهاش بالنسبة للجامعة الجزائرية. وهي نقاط جد مهمة أثرتها الدكتور حميد عنوان، ولذلك هذا الكلام وهذا النقاش يسمع في قناة المغاربية، وكنا نتمنى يعني كنخبة كمثقفين كإعلاميين أنه هذا النقاش يكون موجود في القنوات الجزائرية ويكون موجود في الصحافة الجزائرية، وهذا كله إثراء لنقاش بين الجزائريين وليس استعمال يعني أحداث مثل هذه للترويج السياسوي في حملة انتخابية مسبقة. هذا يسمى مغالطة للإعلام، وهذا ليس بالعمل الإعلامي ولا العمل السياسي لكل من يقف. دكتور شيخ بوشيخي قال تمنى يعني أن تكون حلقات أو حلقة لواقع خاصة بواقع الجامعة الجزائرية. إن شاء الله المغاربية راح تعمل حلقات في المستقبل، لما لا، حول واقع الجامعة وزوايا أخرى، ونجيبوا طلبة ونجيبوا ناس من الإدارة، وربما نفتح زوايا أخرى للنقاش حتى نعرف هناك أسرار في الجامعة الجزائرية ربما قد ذكر الدكتور حميد بعضها، لكن يجب أن تخرج إلى الواقع، وربما لما يعرفها المواطن الجزائري يعرف أي سياسات للتعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر الجديدة. شكرا لك جزيل الشكر دكتور حميد علوان الأكاديمي الجزائري المحلل الاقتصادي، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من الجزائر. الشكر موصول إليك أيضا دكتور شيخ بوشيخي أستاذ التاريخ وأستاذ تاريخ الجزائر بجامعة وهران عاصمة الغرب الجزائري، كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر. الشكر موصول إليكم طبعا مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج في العمق. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.